طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا اليوم ناخذ تجربة الساس اللي هي الفري فيز. بالتجارب السابقة أخذنا السنجل فيز بأنواعه وطبقناه بالماتلاب. اليوم راح ناخذ تجربة الفري فيز. الفري فيز طبعا بأنواع، راح ناخذ النوع الأول اللي هو الفري فيز هالف ويف كنترول ريكتيفاير. بهذا النوع شرحناه بالنظري إنه يتكون من ثلاثة، كأنما تلف أنواع أو تلف ريكتيفاير من نوع اللي هو الهالف ويف، تلف أرستات مربوطة بهالشكل. هذه محولة ثري فيز، هذا فيز A، فيز B، فيز C، وهذه المحولات الأرستات الثلاثة، ويربطن بهالشكل ويرحن للود ويرجع للنيوترال. وقلنا مبدأ العمل يعتمد على أعلى فولتية بكل فيز، يعني نيجي نقارن على فولتية بكل جزء. طبعا احنا الفري فيز بيناتهم 120 درجة بين الفيز A وبين الفيز B وبين الفيز B والفيز C وهكذا. لذلك حتى اشغله بصورة صحيحة لازم انطي بلسز ايضا فرق بيناتهم 120 درجة. احنا قلنا هنا بالمبدأ العمل يعتمد على اعلى فولتية بالجزء الموجب. مثلا اتفقنا انه قلنا بالفري فيز زاوية قدح ما تبدي من صفر، تبدي من نقطة التقاطع اللي هي 30. يعني بنعطي زاوية قدح، اقول مثلا 30 زائد زاوية قدح، قد تكون زاوية قدح مرة صفر مرة 10 أو 20 أو 50 وهكذا، بس أضيف وياه 30. فالثيرستر الأول من نقطة التقاطع الأولى اللي هي من بعد 30 راح يكون الفيز أي أعلى شيء بالموجب، لذلك راح يشتغل الثيرستر مربوط على الفيز أي اللي هو الثيرستر الأول. يشتغل من 30 زائد ألفا، قد تكون ألفا يعني من بعد هذه النقطة. الثيرستر الثاني بعد هذه النقطة عند 150 يلا يشتغل، يكون الفيز بي أعلى من بقية الفيزات. فهذه المنطقة من هذه نقطة التقاطع اللي هي 150 270 راح يشتغل الثيرستر الثاني المربوط على الفيز بي بعد ما تجي له زاوية القدح. وأيضا الثيرستر الثالث المربوط على الفيز سي راح يشتغل هذا من 270 زائد ألفا. وأخذنا الحالات هسه حاليا عندنا قلنا ثلاث فيزات، يبدأ من 30 زائد ألفا. حتى أنطي زاوية القدح الصحيحة للثيرستر الأول، الثيرستر الثاني والثالث. الثيرستر الأول قلنا يشتغل بهذه المنطقة بعد 30، فراح أقول أنطي زاوية القدح 30 زائد ألفا، يعني ألفا زاوية القدح و30 هذه نقطة التقاطع. الثيرستر الثاني أنطي زاوية القدح اللي هي نفسها زاوية القدح بس زائد 150، والثيرستر الثالث زائد 270. وأيوة إحنا شرحنا إنه هذه لما تكون زاوية الألفا صفر راح يكون بهالشكل، لما تكون زاوية الألفا 15 يكون رسم بهالشكل. وأيوة أخذنا 30 و60 واشتقينا المعادلات. هسه نجي للتجربة. التجربة هذه قلنا نربط الدائرة بهالشكل، هذه الموضحة. إحنا هنا عندنا المصدر فري فيز، بس هنا حتى نتعلم شلون نولد فري فيز بدل ما أجيب مصدر فري فيز موجود بالماتلاب، طبعا أجيب ثلاث مصادر سنجل فيز أربطهم على الجراوند بهالشكل هذا، وهنا راح يكون عندي لاين A، لاين B، لاين C، وأربط الثيرسترات بهالشكل، وهذا زاوية القدح لكل ثيرستر، وبعدهم أربطهم بعدها أربطهم للمقاومة اللود، مرة مقاومة مرة مقاومة حافة، وآخذ القراءات اللي كل تجربة ناخذها اللي هي نرسم رسومات، وأيضا نحسب الفولتية الأفرج الأوتبوت أفرج والآر إم إس، وكذلك التيار الإنبوت، ونحسب نظري وعملي. هذه البروسيجر مالت هذه التجربة، إن بعد ما نربط الدائرة عندنا الفولتية 220، هذه هنا 220 نعطيها كفولتية مصدر سنجل الفيز، فأضربها في جذر اثنين حتى أحصل على فولتية اللاين اللي هي هذه فولتية اللاين. بعدها عندي المقاومة 10 والتردد 50، أجي هنا عندي البلس جنريتر مثل ما قلنا إنه نسيت كل البلس جنريتر 10، الامبليتود 1، البريد 0.02 او 0.1، هنا البلس ممكن اخذ 10 بلس ويف او 20 الويف مات الفايرنج انجل، وهنا الزاوية قلنا نبدي نقول الفا زائد 30 بالنسبة للبلس جنريتر الاول اللي هو راح يشغل الثيرستر الاول. البلس جنريتر الثاني اللي يشغل الثيرستر الثاني يقول الفا زائد 50، والثالث الفا زائد 270. طبعا نقسم على 2 في باي في 50. طبعا قلنا ليش نقسم على 2 في باي في 50؟ نحولها إلى زمن، لأنه عندي هنا الزاوية بالدقري، حولها إلى راديان، وناخذ الشغل وناخذ الحالات، ناخذ من ثلاث مجموعة الزوايا، واحنا بالنظري ناخذ ثلاث زوايا، عندي مجموعة من الزوايا، وبعدها وأسجل القراءات، بعدها أربط الحمل الحافي. هسه أجي للماتلاب، عندي أنا هذي ثلاث ثيرسترات، أخذتهم، وهاي ثلاث بلد جنريتر، أخذ واحد وأسوي له كوبي.
أول شيء نجي للتجربة بهالشكل، هذه نفسها نربطها. عندي هذه المصدر راح أربطها بهالشكل، هذا المصدر وأربط وياهم الجراوند. هاتولد عندي مصادر، أجي للمصدر الأول أربطه للثيرستر الأول، المصدر الثاني أربطه للثيرستر الثاني، والمصدر الثالث أربطه للثيرستر الثالث بهالشكل. بعدها هذا بهالشكل، الثيرسترات أربطهم ثلاثتهم سوية للود، أربطهم بهالشكل هذا. هذا بهالشكل، وأربطهم لللود بهالشكل هذا. واللود وين أودي أربطه؟ للجراوند، كأنما جاي أرجع لل هذا ويا هذا، أرجع للنيوترال. عندي التيار أودي للأوسلوسكوب، وأربط فولت ميتر على اللود، ميتر ربطت فقط فولت ميتر بقى. هذا بهالشكل، وهذا التيار ودي الأوسلوسكوب، وأيضا الفولتية ودي الأوسلوسكوب. بعدها قلنا أيضا إحنا أريد أن أحسب الـ RMS والأفريج، هذا الـ RMS وهذا الأفريج. إحنا هذا الـ RMS منين نحسبه؟ نروح للـ Summit Library نكتب RMS أو مين، راح يطلع عندنا لازم اللي يطلع عندي مجموعة أكثر من RMS، أكثر من نوع، أختار اللي بيتردد، وتردد تلقونه 60 أسوي 50. وأيضا نافع أبي المين أيضا بيتردد، أكو نوع ما بيتردد ما أختاره، أنا هبني حبرته من التجربة السابقة نفس اللي اشتغلناها. بعدها هبول نفسهم أربطهم للتيار، ونفسهم أربطهم للإنبوت. هنا أنا أريد أقيس بطية الإنبوت، بطية كل مصدر أريد أرسمهم سوية، راح أخلي هذا بالشكل، هذا الموجب هنا، سالب هنا. الموجب هنا على الموجب والسالب هالشكل، وأيضا الثالث نفس الشيء بهذه الطريقة. هسا أنا أبدأ أرسمهم ثلاثتهم حتى أشوف الفري فيس. راح آخذ أختار المكسر، المكسر اللي هو هذا، ألقى عدد اثنين أسوي ثلاثة. هنا حتى يرسمهم سوية، يدمجهم، مو يدمجهم يعني يجمعهم، بس كأنما يرسمهم سوية على الأوسيلوسكوب، لأن أنا أريد أرسمهم سوية حتى تنشاف الفري فيز. هذه حاليا الموجات مال الفري فيز مال الأنبوت، ربطوا عندي. بعدها البلسز أيضا أضيفها، هذه البلسز أضيفها بهالشكل هذا، وأرسمهم سوية أيضا ثلاثتهم بهالشكل هذا. أوديهم للأوسلوسكوب، أول شيء قلنا المصدر، ثاني شيء أودي للأوسلوسكوب البلسز، بعدين أودي الفولتية اللي هي هذه، بعدين أودي التيار. أو نقدر نسوي بطريقة الـ ABC اللي أخذناها بالتجارب السابقة اللي هي بهالشكل هذا، أخلي هنا go to، هنا from، مثلا هنا A وهنا أي، بدل ما أربط هذا البلس لهذا الثيرستر وهذا البلس لهذا الثيرستر بهالشكل، حسب ترتيبك ماكو مشكلة. حاليا كملت الربط، ما عاد عندي بعدها بني الـ RMS والمين، أضيفونهم للتيار وللإنبوت هنا. أجي أول شيء أسيت المصادر، إحنا قلنا المصادر عندي هاي سنجل فيز، في سنجل فيز ما تصفر، فايش راح أخلي هنا الفولتية 220 في سكوير في جذر 2، ليش؟ حتى قلنا حولها إلى فولتية لاين. وهنا تردد 50 والفيز 0، هذا المصدر الأول الفيز A، الفيز B فرق 120، بس هنا راح أخلي ناقص 120، والفيز الثالث زائد 120 أو هذا 240. أيضا الفولتية 220 في جذر 2، الفيز ناقص 120 وتردد 50. الفيز الثالث المصدر الثالث 220 في جذر 2، هنا 120 الفيز والتردد 50. كملتهم. أجي للبلسز اللي هي الثيرستر الأول الثاني والثالث، قلنا الأول يبدي من زاوية 30، طبعا الأمبليتيود أنطي 1 مثل ما شارها هنا، أو 0.01 أو 0.02 ماكو مشكلة. هنا البلس ممكن أخليها 10 أو 20 أيضا. هنا نجي للفيز ديلي، قلنا إن إحنا نبدي
30 هذه دائما ثابتة، على 2 في 180 في 50 هاي ثابتة، هنا هاي زاوية القدح راح أخليها 60 زائد 30. الثانية نفس الشيء بس هنا أنا قلنا شنو أيضا 60، بس قلنا شنو نختار هنا 150 الثلث الثاني نفس الشيء أيضا 1.0120 هذا كله نفس الشيء، بس هنا قلنا 150 يعني الثلث الثاني يبدي من 150 والثلث الثالث 2 يبدي من 270، لذلك راح أقول 270 زائد ألفا، الألفا قد اختاريتها أنا 60 هذا بهالشكل. المقاومة خليها 10، إذا نتأكد من عتهم التردد مالتهم 50، المصادر كل شيء تمام. راح أشغل طبعا هنا أربط ديسبلاي وآر إم إس، وهنا أخلي هذا الكونتينيوس أعتبر بين ما يشتغل. غير ما اشتغل راح اروح للمحاضرات النظرية، هذه حالة الستين راح اشوفها وتطبق عندي نفسها. يتأخر بين ما اشتغل، هسه معروف اشتغل عندي صار اشتغل عندي طلعت الـ RMS والأفرج، راح اجي اشوف الاشارات مالتي. هذه اللي هي الفري فيز، وهذه عندي البلسز، وهذه عندي الاوتبوت. هذا الاوتبوت لاحظ انه صفر ويجي بهالشكل هذا، وهذا التيار عندي التيار اللي هو خليه 60 مثلا حتى يكون واضح عندي. بس أتأكد أنا هنا ربط شنو التيار نفسها، بلازم التيار أربطه عندي التيار بالشكل حتى تكون القراءة واقفة عندي. هذا التيار عندي أخلي 50 يكفي، هذه الفولتية وهذا التيار. أشوف النظري نفس الشيء عندي 60 هذا بهالشكل. إذا أريد رسم فقط الفولتية والتيار هنا أنا عندي أوسيلوسكوب ثاني، لاحظ شوي الشكل أقرب، هذا بهالشكل جاي يصير عندي. إذن هذا صحيح عندي. بعدها ممكن أغير الزاوية بدل 30 أو 60 أخليها صفر، أريد نشوف الصفر حالات الصفر، ألغي هذا كله وبعدها فقط يبقى 30. إذا زاوية صفر يشتغل كأنما دايود. لاحظ أنه اشتغل كدايود نفس الرسم. هذا الرسم اللي هو أخذنا الزاوية صفر، هذه زاوية صفر زاوية ألفا، هيشتغل فقط من يبدي يشتغل الثلث الأول من 30 إلى 150، الثاني من 150 إلى 270، الثالث 270 إلى أضيف له 120، فبهالشكل هذا. ممكن بعدها أغير حتى لاحظ إنه الفولتية ارتفعت الأفرج، نغيرها نسويها 90، 30 زائد 90. أنا دائما أخلي زائد ما أجمعهم حتى تكون عندي واضحة. 30 هنا راح أسويها 90 عفو، هذي 90 زائد 30 هذي 90 زائد وأيضا 90. تسعين زائد شغل بحث سوي لران
لاحظ الفاتيرة تكون قيمتها قليلة هذا بهالشكل لأنه زاوية الفارنج 90، وراح آخذ مجموعة من الزوايا وأحسب الـ RMS للأفرج الفولتيو للتيار. طبعا أنا أخذت بس حالة واحدة هنا، بعدها أيضا القراءات هذه عيدها في حالة الـ RL وأخلي المحافة 0.01 كقيمة، يعني هذه نأخذها إحنا في الملزمة. إحنا نلاحظ إنه يظهر لي جزء سالب، ليه جزء سالب؟ بسبب وجود المحافة. هذه عندكم واجب راح تكاملون نفس القوانين بس كاملوا من ألفا إلى بيتا، والبيتا تحسبون هذه في حالة الفولتية فقط الفولتية. ظهر الجزء سالب هسه ذا شوية خلي يكون واضح عندي، يعني سوي 80 ظهر الجزء السالب. وأيضا أخذ القراءات كلهم على الجزء الثاني، هذه إذا لاحظ نغير المصادر هنا نخليه 120، لازم أغير الفارق منه بهالشكل. هنا ناقص 120، تختلف عندي لازم شنو صار عندي فيه. لازم أغير هذه أخليها حتى يصير synchronization، هذه أخليها 150 150، وهذه نخليها مفروض 270، مفروض ايش طلع عندي، كتجربة نشوف والله ايش طلع عندي صحيح. هذه الأول، وأيضا لاحظ الفري فيز هذا بهالشكل، هذا فيز A فيز B فيز C بهالشكل، هذا هذا الفولتية. فهذه التجربة مالتنا كل ما تعلق بتجربتنا لهذا الأسبوع.